حمام المشروع أهم جزء في المشروع، ينقفل من برا علشان لما واحد يدخل يقفلوا عليه ويتركوه. التجول في الموقع جدا صعب لأنه السيفتي سيء. هذا الممر بنهاية مغلقة. طبعا أكيد السؤال، ليش لابس الهلمت في السيارة؟ حقكم. اليوم في عندنا تقييم، تقييم لمشروع بناء، لكن أنا ما راح أقيم شغل حد. اليوم بدي أقيم شغلي. بتقولوا لي هذا الاستشاري اللي جالس يطلع أخطاء الناس إما يروح يشوف شغله. طيب اليوم بدنا نقيم شغلي أنا في موقع من المواقع الثقيلة، برج أرضي زائد 30، وراح نتكلم بكل أنصاف، ما راح نجامل، ما راح أمدح شغلي، راح أطلع العيوب اللي في شغلي، راح أطلع الأخطاء اللي في شغلي عشان تشوفوا أنه أنا ما أجامل. خلينا نقلب الكاميرا ونبدأ، توكلوا على الله. والله ما في أي تحضير مسبق ولا في شيء، هي كبسة، كبسة عرب. يلا بسم الله. حاط تعليمات الأمان، تعليمات الأمان. طبعا شيء جيد أن تحط تعليمات الأمان، ولكن مدخل آمن ما في. تمام. الحديد مشون بهذا الشكل لأنه بصراحة في مشكلة في منطقة التشوين، ما في منطقة تشوين كافية. فمثل ما شايفين الحركة صعبة، الحركة صعبة، والسيفتي بصراحة زيرو، يعني ما نقول زيرو، نقول نص من عشرة. انه في بعض العمال يرتدون الهلمت، لكن سيفتي زيرو. لازم يكون في سلالم، لازم يكون في مناطق عبور للسيفتي. نعم. الحديد من نوع جيد، التسليح جيد، في التزام في المخطط. العزل مثل ما شايفين، بالنسبة للعزل أنا أعطيه بصراحة 10 من 10، لأنه مخلص عزل، صاب الإيبوكسي وداهن الأشاير الحديد، فالعزل 10 من 10. الالتزام بالمخططات ممتاز، خطة العمل جيدة إلى حد ما، التوزيع العمال ممتاز جيد، لكن مثل ما قلت لكم السيفتي سيء. هنا في عندنا بير ومعمول عليه وارنينج تيب، هذا ما يمشي الحال. هذا البير لازم يتسكر بشكل كامل، هذا بير شفط المي، فلا هذا مش مقبول ابدا. طيب خلينا نشوف مكتب المشروع. شايفين كيف؟ لا المشي في الموقع لما كان في سيفتي سيء جدا، في خطوره على الحياه. طيب نرجع نشوف مكتب المشروع، خلينا ناخذ درجه عليه ان شاء الله ما يكون في حد هناك. طبعا يعني مكتب مخيب للآمال، هو بالعادة بيكون فيه مكاتب للمشروع، حمامات على مطبخ المشروع، على قسم المساحة، على قسم الرسامين، على قسم المهندسين، على قسم مدير المشروع، على قسم الاجتماعات، على قسم السيفتي. طبعا هاي كلها اختصرت بغرفة واحدة. تمام. إن حتى يعني المفروض يكون في متابعة ومكتب فني، وكلها اختصرت بمكتب واحد. فهنا نعطيه 0 من 10، ما في أي علامة تنعطى لهذا الشكل من المكاتب. الحمد لله في مكيف، الحمد لله. فلا بصراحة هذا الشيء ما مقبول. وبالنهاية أنا أقول لكم أنه أنا قيمت تقييمي لهذا المشروع اللي أنا استشاري فيه، والمالك هو نفسه المقاول. حاولت أني أضغط في الأمور الهندسية، ما راح أقدر أضغط في الأمور الخدمية للمشروع اللي تخدم المشروع، مثل المكاتب، مثل السيفتي، مثل النظافة. هذه أمور مكلفة، تكلف تقريباً 5% من قيمة المشروع. يعني إذا المشروع قيمته 100 مليون مثلاً، هذه الأمور بتكلف تقريباً من 4 إلى 5%، يعني تقريباً 5 مليون. فهذا الموضوع موضوع مكلف، فأكثر الناس بتحاول أنها يعني تختصر هذا الموضوع وتختصر هذه التكلفة بأقل قدر ممكن. كان معكم أخوكم أحمد الحسيني، ويعطيكم العافية.